هنتكلم عن مشكلة التغير المناخي وليه إحنا المفروض نعرف أبعادها، وهنتكلم إزاي نتكيف مع مشكلة التغير المناخي دي، وفي دراسة حالة عن المباني المتنفسة هنشوف إيه علاقتها بالتكيف وبمشكلة التغير المناخي كلها. فنبتدي سوا. مشكلة التغير المناخي دي مشكلة يعني من زمان جدا كنا بنسمع عنها وإحنا صغيرين، وكنت بخاف جدا جدا ان انا اسمع تفاصيلها، لاني كنت بسمع دايما ان في اماكن هتغرق، في اماكن معرضه ان يحصل فيها حرائق، في اعاصير. الحاجات دي للاسف جيلنا عاش معظمها. في بعض الاماكن في الغرب حصل الاعاصير، الحرائق بتاعت الغابات والحاجات دي كلها من اثار التغير المناخي. طيب ايه هو اصلا التغير المناخي؟ ربنا خلق لنا زي مظلة كده بتحيط بالأرض. المظلة دي مكونة من بعض الغازات زي غاز الميثان، ثاني أكسيد الكربون، الأكسجين، النيتروجين، الهيدروجين، موجودة بنسب معينة. لكن في 250 سنة الأخيرة، وتقريبا من ساعة الثورة الصناعية ما بدأت، والعلماء لاحظوا إن المظلة دي الغازات بدأت نسبها تزيد فيها، لدرجة إن بعد ما كانت الإشعاع الشمسي بينزل لي على الأرض، الأرض تمتص جزء منه وتعكس الجزء الثاني، زائد الاشعه تحت الحمراء وفوق البنفسجيه والحاجات دي كانت ممنوع دخولها اصلا الغلاف الجوي، او بتدخل بمقدار بسيط جدا. فبقت المظله دي بقت عامله لي زي البيت الزجاجي، بدات ان هي تحبس الاشعاع الشمسي المرتد ان هو يرجع لنا تاني على الارض، بدات ان هي تخلي الاشعه الضاره تتحبس جوه الغلاف الجوي، وبالتالي الأرض بقت عاملة زي البيت الزجاجي أو الصوبة الزراعية، فدرجة حرارتها زادت عن المعدلات الطبيعية اللي كانت موجودة قبل كده. في حاجة أو مكان اسمه الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ أو الـ IPCC، دي منظمة أو هيئة بتعمل دراسات على المناخ. هو كده كده الأرصاد الجوية بتبتدي إن هي تسجل الطقس والحالة بتاعت الطقس وحالة المناخ، وبدأوا يلاحظوا إنه في ارتفاع في درجات الحرارة بشكل ملحوظ. في الارتفاع بسبب ارتفاع في درجات الحرارة ده لقوه إن هو بسبب الممارسات البشرية، يعني في نوعين أو سببين لمشكلة التغيرات المناخية، أسباب طبيعية وأسباب ليها علاقة بالإنسان، بس لقوا العوامل اللي ليها علاقة بالإنسان أكتر بكتير أو تسببت في ارتفاع أكتر بكتير من العوامل الطبيعية المؤثرة على موضوع التغير المناخي. طيب قالوا طيب إحنا دلوقتي لاحظنا إن في ارتفاع في درجة حرارة الأرض، طيب لو الفضل الارتفاع ده يفضل يزيد في السنين اللي جاية إيه اللي هيحصل؟ فبدأوا يعملوا نماذج مناخية، وعن طريق النماذج المناخية دي بدأوا إن هم يعملوا سيناريوهات للتغير المناخي. فلاحظوا برضو إن التغير المناخي معدلاته هتفضل تزيد، بحلول عام 2050 هيكون بقت في ارتفاع في درجة الحرارة حوالي 3 درجات عن معدلاتها الطبيعية. وآخر تقرير للهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ سنة 2014 بدأوا يقولوا أو لقوا إن العوامل البشرية دي لو إحنا ما يعني إيه ما اتخذناش أي إجراءات عشان نقلل من الآثار بتاعت التغيرات المناخية أو نقلل مشكلة التغيرات المناخية نفسها، هتفضل درجة الحرارة تزيد بحلول عام 2100 لغاية ما تبقى فيه 5 درجات فرق، أو هتزيد بمعدل 5 درجات عن معدلاتها الطبيعية. لكن أنا لو دلوقتي بدأت آخد إجراءات بحيث إن أنا أخفف من الانبعاثات أو أقلل الانبعاثات المسببة للتغيرات المناخية وأتكيف مع الجزء اللي كده كده حاصل، فممكن بس درجة الحرارة تقف عند درجة أو درجة ونص بالكتير، ودي اللي اتفاقية الأمم المتحدة بتنادي بيه بقالها فترة، وكل دول العالم المفروض إن هي بتتخذ إجراءات التخفيف وتدابير التكيف علشان نثبت درجة الحرارة إنها ما تعلاش أكتر من درجة أو درجة ونص بالكتير قوي. في مصر بقى عندنا بدأنا نلاحظ موضوع التغير المناخي في سنة 2007 تقريبا، بدأت درجة الحرارة والأول مرة يعني في جيلنا إن احنا نشوف الموضوع ده توصل لحوالي 45 درجة، وساعتها كانت الكهرباء بتقطع بشكل متتابع جدا، وتقريبا كان طول اليوم الكهرباء كانت بتبقى قطعة، والموضوع ده عمل مشكلة كبيرة جدا.
ويعني ايه ساعتها بدأت التقارير تطلع تقول ان المناخ في مصر بيتغير بحوالي 30% درجة سيليزيوس لكل عقد في الصيف و7% درجة سيليزيوس لكل عقد في الشتاء، العقد ده اللي هو كل 10 سنين يعني. طيب السيناريوهات بتاعة التغير المناخي في مصر، كان في مشروع التنمية والتغير المناخي اللي هو الـ OECD سنة 2004 كان بيقول، ودي التقارير المتفائلة كانت بتقول إن سنة 2030 درجة الحرارة هتزيد بمعدل درجة واحدة عن معدلاتها الطبيعية، وسنة 2050 هتبقى تقريبا 1.4 درجة سيليزيوس، وسنة 2100 هتكون وصلت ل 2.5 درجة سيليزيوس. لكن التقارير اللي مش متفائلة بتقول، أو اللي هي بتقول يعني إن في بقى الحاجات القصوى هتحصل، يعني بتقول إن درجة الحرارة هتوصل من 3 ل 3.5 درجة سيليزيوس بحلول عام 2100، يعني هيكون في فرق عن معدلاتها الطبيعية بفرق 3 درجات ل 3 درجات ونص. طيب أنا كمعماري، أنا مالي؟ يعني الحاجات دي كلها حاجات ناس علماء وناس بتوع مناخ وكده، انا كمعماري ماليش دعوه. لا احنا لينا دعوه جدا، لان هم طبعا مستمرين في الابحاث وبداوا يشوفوا المشكله دي ايه اكتر قطاع مؤثر على او بينبعث منه الغازات المسببه للتغيرات المناخيه دي، فلقوا ان قطاع المباني مسؤول عن ثلث الانبعاثات المسببه للتغيرات المناخيه. يبقى انا كمصمم، انا كمعماري، انا كمهندس، ايا كان تخصصي ايه، انا مسؤول عن ثلث الانبعاثات او جزء يعني من ثلث الانبعاثات المتسببه في التغيرات المناخيه اللي بتحصل في العالم كله. هنلاقي هنا ان في الثلث من ثلث الانبعاثات ده، في جزء منه بيبقى انبعاثات ناتجه عن الاحتراق المباشر جوه المباني، وفي الثلثين ناتجين عن استهلاك الطاقه جوه المباني. يعني في الانبعاثات اللي طالعه من قطاع المباني عموما في ثلث منهم احتراق مباشر، وثلثين ناتجين عن استهلاك الطاقة واستهلاك الكهرباء. طيب قطاع المباني هو قطاع بيؤثر وبيتأثر، يعني أنا دلوقتي ليا تأثير كقطاع وبتأثر كمان بمشكلة التغير المناخي. طيب إيه تأثيري؟ تأثيري إن أنا دلوقتي مش عندي، أو معظم مبانينا مش مبنية متوافقة مع البيئة ولا بتوفر الراحة الحرارية، وبالتالي فيها يعني الراحه الكليه للمستخدم مش شرط الراحه الحراريه بس، فبضطر ان انا استخدم اضاءه بالنهار علشان الاضاءه عندي مش كافيه، بضطر ان انا استخدم التكييف طول الوقت في المباني علشان احس بالراحه الحراريه لان انا مش حاسس بالراحه الحراريه جوه المباني. فانا عندي مشاكل ليها يد في زياده الانبعاثات، ومشاكل وهي نفس المشاكل دي بتتاثر اكتر بمشكله التغير المناخي لما بتحصل. طيب المشاكل دي زي مثلا الاربن هيت ايلاند او الجزر الحراريه الحضريه، دي خاصيه جوه المدينه بتقول ان درجه الحراره جوه المدن بتبقى اعلى بمعدل من 3 ل 5 درجات عن اطراف المدينه او المناطق النائيه. ده بيكون سببه الرئيسي يعني مواد التشطيب اللي موجوده في المدينه، الاسفلت، الواجهات الزجاجيه، قله الغطاء النباتي، الانبعاثات اللي خارجه او الحراره اللي خارجه من المباني نفسها، أجهزة التكييف اللي مالية واجهات المباني في كل حتة. فدي كلها عوامل بتتضافر مع بعضها عشان بتعليلي درجة حرارة المدينة عن الأطراف المدينة أو المناطق الريفية. طيب ده مؤثر، يعني الانبعاثات دي بتخلي مشكلة التغير المناخي تزيد. زائد لما مشكلة التغير المناخي تزيد مثلا بمعدل من درجة لثلاث درجات، فانا عندي السيتي سنتر او المركز المدينه بتاعي او جوه المدن عموما هتبقى فيه ارتفاع درجه الحراره من 6 ل 8 درجات اكتر من المباني، الاماكن الحضريه اللي على اطراف المدينه او الاماكن النائيه. وبالتالي انا مشكلتي جوه المدن هتتفاقم لو انا ما بداتش اخد اجراءات علشان اساعد في حل مشكله التغيرات المناخيه. زائد طبعا ان انا عندي مباني مش مصممه بحيث انها تتوافق مع البيئه، وفي نفس الوقت مش مصممه ان هي توفر الراحه للمستخدمين، ومش مصممه انها تقلل استهلاك الطاقه، وبالتالي المباني دي اسمها المباني المريضه. المباني المريضه دي بتمرض الناس اللي عايشه جواها. احنا في دراسه بتقول انه احنا كبني ادمين بنعيش حوالي 90% من حياتنا
جوه مبنى، جوه المباني. فانا دلوقتي جوه الشغل مشغل دايما التكييف، هلاقي نفسي مرهق تعبان، عينيا بتحرقني، عندي عطس ورشح وكحه، الجهاز التنفسي عندي تعبان دايما، انتاجيتي قليله، مش قادر اركز، حاسس باعياء طول ما انا قاعد جوه الشغل. مجرد ما بخرج من الشغل بلاقي نفسي فرفشت والدنيا بدات تزدهر معايا، وبقيت مستغرب طب ما انا كنت جوه بنام ومش قادر اشتغل، طب ايه اللي حصل لي لما خرجت من الشغل؟ ده تاثير جهاز التكييف اللي قاعد شغال عندنا طول الوقت، وطبعا فرق بين درجه الحراره جوه المكان المكيف اللي انت قاعد فيه وبره في الاوت دور، يعني حيث لا يوجد تكييف، وبالتالي فرق في درجات الحراره ده بيتسبب في مشاكل صحيه. فانا اصلا المبنى عندي مبنى مريض، وبيجيب لي حاجه اسمها متلازمه المباني المريضه، يعني اللي هو المرض اللي بيحصل او الاعياء اللي بيحصل للناس ده اسمه متلازمه المباني المريضه. طيب المبنى المريض ده اصلا مبنى، يعني في الظروف العاديه او الطبيعيه اللي احنا عايشينها دلوقتي بيعي اصحابه. طب لما تحصل مشكله التغيرات المناخيه او في وجود زياده من درجه لثلاث درجات مئويه على مرور السنين اللي جايه، ايه اللي هيحصل؟ ما احنا المباني بتاعتنا مش بنبنيها علشان تتهد بكره، احنا المباني بتاعتنا بنبنيها عشان تعيش لعشرات السنين والمئات السنين، زي المباني اللي احنا طلعنا لقيناها موجوده من مئات ومن الاف السنين. يبقى انا هنا دلوقتي لو ما بداتش ان انا يبقى عندي وعي ان انا اصمم من مباني تكون متوافقه مع البيئه، بحيث انها توفر لي الراحه الحراريه وتوفر لي وترشد لي استهلاك الطاقه عن طريق قطاع المباني ده، يبقى انا بتسبب في انهيار للقطاع الصحي اصلا، يعني ما بقدرش ان انا احافظ على صحه مستخدمين المباني بتاعتي، وكمان بساعد في ان الاقتصاد كمان يبقى بينهار، لان انا بقلل انتاجيه الناس اللي قاعده شغاله جوه المباني الحكوميه والمباني التعليميه. وحتى جوه بيوتنا هنلاقي ان معظم بيوتنا احر من بره في الصيف واسقع من بره في الشتاء، يعني احيانا هتلاقي نفسك بتخرج بره البيت عشان تحس بالدفى اكتر، عشان تتعرض للشمس، لان المبنى عندك مثلا مش بيتعرض للاشعاع الشمسي المباشر او ما فيهوش تهويه طبيعيه كويسه، فتلاقيك دايما قاعد سقعان في الشتاء وحران في الصيف فأكتر من بره. فدلوقتي المباني المريضة دي لازم تتغير وتبقى مباني بتوفر الراحة لمستخدمينها، علشان خلاص ما بقاش في يعني إيه هزار، يعني لازم ناخد أكشن دلوقتي. طيب إحنا قلنا كده ضمنياً في وسط الكلام إن مشكلة التغيرات المناخية لما بتحصل، إحنا دلوقتي بدأنا نعيشها، بإيه تأثيرها على الإنسان نفسه؟ بتعمل حاجة اسمها الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري ده ممكن يكون بسبب ارتفاع درجة الحرارة وبيكون بسبب انخفاض درجة الحرارة. الإجهاد الحراري ده منظمة الصحة العالمية قالت في بعض التقارير إن الإنسان لو اتعرض لدرجة حرارة 45 درجة مئوية لمدة 6 ساعات متواصلة بيحصل له ارتفاع في ضغط الدم وارتفاع في لزوجة الدم، وبيحصل له مضاعفات صحية شديدة جداً. فتخيلوا ان احنا مثلا المباني بتاعتنا ما عنديش مثلا اي حاجه تلطف درجه الحراره، وتعرضت جوه المباني لمده معينه لدرجه حراره مرتفعه، فكده ممكن انسان يتعرض للموت. زائد طبعا انخفاض في درجه الحراره مع ارتفاع الرطوبه وقله التهويه الطبيعيه جوه المباني ده برضو بيعرض صحه الانسان للخطر. جوده الهواء الداخلي برضو من ضمن اللي هي آثار التغير المناخي زيادة الملوثات في الهواء. فتخيلوا لو احنا أصلا مبانينا مش مبنية من ناحية التصميم ومن ناحية مواد التشطيبات اللي أنا مستخدمها في المبنى بتاعي بحيث إن هي تكون جرين ماتيريال، مع وجود ارتفاع في درجة الحرارة بتبتدي الدهانات والحاجات اللي أنا مستخدماها جوه المبنى تتفاعل مع ارتفاع درجة الحرارة، ويتكون لي حاجة اسمها مركبات عضوية متطايرة بتأثر لي مع الوقت على الجهاز التنفسي للإنسان، وبرضه صحته بتتدهور. زائد طبعا انه بيقولوا برضو ان حسب التقارير انه الامراض المعديه هتبتدي تنتشر، والحشرات الناقله للعدوى بتبتدي تنتشر، فالمفروض ان انا يعني ايه اراعي كل الحاجات دي، واراعي جوده الهواء الداخلي جوه المبنى بتاعي عن طريق توفير تهويه طبيعيه، واشوف طريقه ان انا انقي بيها الجو داخل المبنى بتاعي. ارتفاع الرطوبة برضو ده بيسبب تكون البكتيريا جوه المبنى، وخاصة لما بيكون مفيش تهوية طبيعية كويسة جوه المبنى.
ده كله لو انا ما راعيتوش اصلا من الاول هزود استهلاك الطاقه جوه المباني، وبكده هبتدي اخش في سايكل مش هخرج منها. انا عندي مشكله تغير مناخي، يعني درجه الحراره بتزيد مع الوقت. طيب درجه الحراره بتزيد، انا هبتدي يعني احاول بقى الطف الجو اللي انا قاعده فيه، فهجيب جهاز تكييف. جهاز التكييف هيشتغل، هيطلع انبعاثات ثاني اكسيد كربون وغاز الفريون وبعض الغازات المسببه للتغيرات المناخيه، فهزود مشكله التغيرات المناخيه زياده، وبالتالي درجه الحراره هتفضل ترتفع من درجه لدرجتين لثلاث درجات، وبعدين هبتدي اشغل التكييف علشان اتخلص من درجه الحراره، فبدخل في لوب مش بتخلص غير لما اكسر اللوب دي في حته معينه. يعني انا لو من الاول عامل المباني بتاعتي موفره للراحه الحراريه مش هستخدم التكييف، وبالتالي مش هزود الانبعاثات، وبالتالي مش هزود مشكله التغيرات المناخيه، يبقى انا ساهمت بشكل ما في تقليل الاثار او تقليل من مشكله التغيرات المناخيه، وانا بكده اكون عملت حاجه اسمها التخفيف من مشكله التغيرات المناخيه، ان انا اقلل الانبعاثات عن طريق تقليل استهلاك الطاقه. اختصارا بقى للموضوع، ان انا مطلوب مني دلوقتي عشان اكون بحل او بساهم في حل مشكله التغيرات المناخيه من الناحيه التصميميه، ان انا اصمم مبنى متوافق مع البيئه او بيستخدم الطاقات الطبيعيه عندي جوه المبنى بتاعي، زي مثلا الاضاءه الطبيعيه، ان انا اوفر اضاءه طبيعيه جوه المباني عن طريق الشبابيك، اوفر كروس فنتيليشن او تهويه طبيعيه جوه المباني، اوفر استخدام النباتات بحيث ان انا يبقى عندي فيو كويس وفي نفس الوقت ازود نسبه الاكسجين في المنطقه المحيطه بالمبنى، اعرف ازاي احمي المبنى بتاعي من شمس الصيف المرتفعه، واستخدم او استقطب شمس الشتاء المنخفضه انها تخش تدفي لي الفراغات في الشتاء، استخدم الاشعاع الشمسي المباشر في اني اولد طاقه عن طريق الخلايا الشمسيه لو انا بصمم في مكان فيه اشعاع شمسي يعني يسمح باستخدام الخلايا الشمسيه، او لو انا عندي طاقه رياح مرتفعه فببتدي استخدم الويند توربنز علشان اولد طاقه عن طريق الرياح. كمان انا ممكن استخدم اعمل كولكشن لميه المطر، اشوف المطر بتجيلي امتى، كميه الامطار قد ايه، وابتدي اخزنها للتوقيتات اللي انا عندي قله في وجود الميه، او ممكن استخدمها في ري النباتات او كده، او حتى لو انا عملت لها تحليه كويسه ممكن استخدمها كميه شرب. كمان ممكن اجمع الويست بتاع المبنى واستخدمها ككومبوست او كسماد عضوي للنباتات الزينه اللي موجوده في السايت بتاعي، او لو هي الويست دوت طالع لي من المطابخ عن طريق بواقي الاكل وكده ممكن استخدمه كسماد عضوي للاشجار المثمره ان وجدت عندي في اللاندسكيب. يبقى انا كده عملت من الناحيه التصميميه مبنى متكامل، ناقص حاجه واحده بس او حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا اراعي استخدام الماتيريال انها تكون ماتيريال محليه، مواد محليه الصنع ما بتستهلكش طاقه كبيره في انتاجها وما بتستهلكش طاقه كبيره في نقلها، زائد ان انا اراعي الملوثات اللي بتحصل اثناء عمليه البناء، هشوف ازاي اقلل الملوثات دي بحيث ان انا يعني برضو اساهم في عمليه البناء نفسها، ان انا اقلل الانبعاثات اللي ممكن تكون بتساهم في مشكله التغيرات المناخيه، زائد برضو ان انا اقلل الطاقه المستهلكه في عمليه البناء نفسها. فانا لو عملت ده كله، انا كمهندس معماري او مصمم، انا كمهندس انشائي، انا كمهندس مثلا ميكانيكا او كهرباء، لو رعيت استخدام كمان بتوع ميكانيكا وكهرباء، لو رعوا استخدام الاجهزه اللي هي موفره للطاقه، احنا كده بنعمل تيم، بنقعد على ترابيزه واحده بنشتغل مع بعض علشان نوصل لهدفنا، ان انا ازاي اقلل استهلاك الطاقه واقلل الانبعاثات اللي بتنتج عن كل مرحله من مراحل البنى بتاعتي. فانا كده كقطاع مباني هقدر ان انا انجح في تقليل الانبعاثات والمساهمه في التخفيف والتكيف مع مشكله التغيرات المناخيه. طيب ده تاثيره ايه؟ تاثيره ان انا بقدر كقطاع مباني اساهم ب 30% من الحل او من مواجهه مشكله التغيرات المناخيه، انا اقدر اقلل الانبعاثات بنسبة 30%. قطاع المباني ده أعلى قطاع لو الناس بدأت إن هي تاخد إجراءات التخفيف والتكيف مع مشكلة التغيرات المناخية، نقدر إن احنا نساهم بأكبر نسبة ممكنة من التكيف أو من تقليل مشكلة التغيرات المناخية عموما.
طيب المفروض ان انا هعمل ايه؟ انا واحنا بنتكلم قلنا انه انا لو قللت استهلاك الطاقه او رعيت الماتيريال انها تكون صديقه للبيئه، رعيت معايير التصميم البيئي السالب في المباني بتاعتي، رعيت الاجهزه اللي هستخدمها انها تكون اجهزه موفره للطاقه، وفرت الراحه الحراريه، قللت استهلاك الطاقه، قللت الانبعاثات، فده اسمه تخفيف. طيب واحنا بنتكلم في الاول، يعني مش فاكره قلت لكم ولا لا، ان مشكله التغيرات المناخيه بتبقى بسبب عوامل بشريه، يعني انا كانسان ليا يد فيها، وبسبب عوامل طبيعيه، يعني هي في جزء كده طبيعي هيحصل نتيجه عوامل طبيعيه. طيب في جزء هيحصل، فانا خففت وعملت اللي عليا. طيب الجزء اللي هيحصل ده اتعامل معاه ازاي؟ هتكيف معاه، احاول اتاقلم واعمل شوية تدابير كده او اجراءات تخلي المباني بتاعتي تحاول ان هي تتفاعل مع التغيير اللي بيحصل، وتاخد اكشنز معينة علشان تبتدي تواجه مشكلة التغير المناخي اللي كده كده حاصلة بدون تداخل مني انا كانسان. وعشان نعرف ازاي المبنى ممكن يتكيف، هنشوف التكيف الطبيعة اصلا بيتم ازاي. طبعا الطبيعة خير معلم جينا كلنا في كل حياتنا، فدلوقتي التكيف في الطبيعة دي أكتر من شكل. في تكيف اسمه التكيف بالتأقلم أو التكيف السلوكي، ده هنلاقيه مثلا زي الدب القطبي. مثلا الدب القطبي لما بدأت مشكلة التغيرات المناخية تحصل، بدأت درجة حرارة الأرض تتغير، ففي وقت معين الفقمات اللي بيتغذى عليها الدب القطبي ما بقتش موجودة نتيجة ارتفاع في درجة الحرارة. فبدأ ان هو الثلاث شهور اللي الاكل بتاعه مش موجود بدأ يصومهم، فهو اتبع سلوك الصيام علشان يتكيف او يتأقلم مع الوضع اللي هو اتحط فيه عشان يحافظ على نوعه في يعني من انه ينقرض. فبدأ يصوم 3 شهور كاملين لغاية لما الفقمات بترجع تاني للمية ويبتدي يتغذى عليها ويرجع لحياته الطبيعية، وبعدين يرجع تاني يصوم ال3 شهور التانيين. ده اسمه التكيف بالتأقلم أو التكيف السلوكي. طيب النوع التاني من التكيف اللي هو المرونة أو التكيف التركيبي. التكيف اللي هو المرونة أو التركيبي ده هيظهر لنا في نوع معين من الفراشات اسمها وايت بيبرد، دي كانت موجودة في بريطانيا وساعة الثورة الصناعية بدأت الواجهات كلها يكسوها اللون الأسود بسبب حرق الوقود والأشجار وكل حاجة تحول لونها اللون الأسود. الفراشات دي كان لونها أبيض، فبدأت تبقى فريسة سهلة للكائنات اللي بتتغذى عليها، وبالتالي بدأت إن هي تتعرض للإنقراض. فعشان تحافظ على نفسها من الإنقراض بدأت إن هي تغير في الجينات بتاعتها على مستوى الأجيال، يعني ده ما حصلش كده بين يوم وليلة، فبدأت تتحول تنتج أجيال جديدة لونها أسود بدل الأبيض علشان تقدر تختفي من الكائنات اللي بتتغذى عليها. فهي كده قدرت تغير في الدي ان ايه بتاعها علشان تنتج اجيال جديده تقدر تعيش في الواقع اللي هي عايشه فيه. ولما المشكله بدات تخف شويه واللون الاسود بدا يخف من على واجهات المباني ومن على ورق الاشجار، بدات تنتج جيل جديد لونه ابيض في اسود وترجع الى حد ما لطبيعتها شويه. طيب ده التكيف المرن او المرونه. في بقى نوع ثالث من انواع التكيف اسمه التكيف بالتعلم او الذكاء، وده ظهر معانا او الاكزامبل بتاعه طائر جميل جدا اسمه طائر القبعه السوداء، وده كان طائر يعني بيهاجر من اوروبا لشمال افريقيا كل سنه. بدات مشكله التغيرات المناخيه تحصل ودرجه الحراره تعلى، فاحنا عملنا مشكله لكل الكائنات في الكوكب. فلما درجه الحراره اتغيرت في المسار اللي هو كان بيهاجر فيه، فعلى برضو مرور الاجيال بدا ان هو يغير مسار الرحله بتاعته، وبدا يهاجر من أوروبا لشمال إنجلترا علشان ده كان مريح حراريا أكتر ليه أثناء عملية الهجرة. وبالتالي يبقى أنا كده اتعرفت على أنواع التكيف في الطبيعة. طب ده بيتطبق إزاي في المباني؟ المبنى ما هو مش كائن حي، المبنى ده بالنسبة لي جماد، إزاي إن أنا هخليه يحاكي الطبيعة في طرق التكيف؟ في حاجات إحنا بنعملها من غير ما ناخد بالنا فيها نوع من أنواع التكيف برضه. التكيف المرن او التكيف التركيبي بيحصل ازاي عندنا في المباني؟ احنا لما بنيجي نحط الكونسبت، فالكونسبت ده بيبقى عامل زي الجنين وهو بيتكون. الاول بيبقى مجرد فكره، بيبقى مضغه،
حاجة لسه ما لهاش شكل ولا لون ولا معنى ولا ملامح ولا أي حاجة. لو هندي الإكزامبل ده على مبنى ميلينيوم تاور من تصميم نورمان فوستر في طوكيو، بدأ إن هو يفكر إن هو عايز يعمل تاور لارتفاع كبير جدا. طيب التاور ده يبقى شكله إيه؟ بدأ يحط كيوب كفكرة مبدئية، وبدأ طبعا مع السايت أناليسز اللي بيعملوها ومسارات الهواء اللي ماشية، عايز يخلي سطح المبنى يكون يعني ايه، يقلل احتكاك الرياح مع سطح المبنى. فبدأ يقول طب انا هعملها سلندر، فلقى السلندر كمان مش متناسبة مع الفكرة اللي هو عايز يعملها، فبدأ يطور من الفكرة لغاية لما بقت مخروطية. ودي المرحلة اللي احنا بنعملها في تصميماتنا كلنا اللي اسمها الفورم فايندينج، ان انا بفضل اعمل الابحاث والدراسات قبل عملية التصميم لغاية لما بحط كونسبت مبدئية، وبفضل اطور في الكونسبت لغاية لما اوصل للفورم اللي هو هيحقق لي الفكرة بتاعتي والهدف بتاعي. وبعدين بعد ما بحط الكونسبت بتاعتي أو الفكرة المبدئية ببتدي أطور فيها، أبتدي أحل بلانات وأشوف بقى الأداء الحراري بتاع المبنى بتاعي وأداء الطاقة، وأبتدي أشوف عناصر الحركة الرأسية والمبنى ده هيشتغل إزاي، البرفورمانس بتاعه هيوفر الراحة الحرارية إزاي للمستخدمين، استهلاك الطاقة هيبقى عامل إزاي. فببتدي أحط تفاصيل أكتر، الهيكل الإنشائي بتاعه هيبقى عامل ازاي، فببتدي احط تفاصيل اكتر. فانا كده بيبقى فيه تغير تركيبي او بغير في التركيب كل فتره، وبيساعدني في ده البرامج او السوفت وير اللي بستخدمه. وطبعا ما اكثرهم دلوقتي انه بيقدروا ان هم يساعدوني في مراحل التصميم المختلفه لغايه لما المبنى بيبقى خلاص مبنى كامل، اقدر ان انا ابتدي في عمليه الانشاء بتاعه. كمان المرونة في التصميم عندي بتظهر في برامج السيميليشن اللي بدأت تظهر دلوقتي، سواء كان ديزاين بيلدر سواء كان ليدي باج وهاني بي. فهنلاقي انه البرامج السيميليشن دي بدأت تتنبأ لي بدرجات الحرارة الداخلية، استهلاك الطاقة، فين الأماكن اللي هحط فيها الخلايا الشمسية بتاعتي على واجهات المبنى. فبعمل سيميليشن عشان أتنبأ بالمبنى ده هيشتغل إزاي قبل ما يبتدي عملية البناء الفعلية. زي مثلا مبنى المحكمة الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ إن هم في قاعة المحكمة الرئيسية يشوفوا درجات الحرارة الداخلية قد إيه، بحيث إن هم كان عندهم مشكلة في ارتفاع درجة حرارة القاعة، وبدأوا يعملوا شوية معالجات علشان يقللوا درجات الحرارة دي. برضو في برج اللؤلؤة في الصين بدأوا إن هم يعملوا دراسات على الواجهات عشان يشوفوا شدة الإشعاع الشمسي الساقط على الواجهة، وفين الأماكن اللي أقدر أحط فيها خلايا شمسية عشان أولد طاقة في المبنى ده. فبدأوا إن هم يعرفوا فين الأماكن اللي هيحطوها بالظبط عن طريق برامج السيميليشن اللي استخدموها. طيب الحاجة بقى التانية أو الطريقة التانية من التكيف، التكيف السلوكي. طيب أصل المبنى ده مش كائن هيتحرك، بس أنا أقدر أحركه عن طريق الواجهات المتحركة. فأنا دلوقتي لو عملت واجهة بتتحرك عشان تحقق لي حاجة معينة جوه المبنى وتتكيف مع متغير معين بره المبنى، يبقى أنا كده قدرت إن أنا أخلي المبنى يتأقلم مع وضع معين بيحصل في المناخ بتاع المدينة اللي أنا بصمم فيها، ويبقى كده أنا عملت تكيف سلوكي. زي مثلا مبنى العالم العربي في باريس لما استخدموا 30,000 وحدة متحركة تتحرك زي حركة العدسة بتاعة الكاميرا، بحيث انها تتسع عشان تدخل لي كميه اضاءه معينه وتنقبض علشان تقلل كميه الاضاءه اللي داخله. طب هم عملوا كده ازاي؟ بداوا يدرسوا شده الاضاءه اللي موجوده في المكان اللي هم بيصمموا فيه في السايت بتاعهم، ويشوفوا احتياج الانسان اللي المستخدم بتاع المبنى ده للاضاءه، محتاج كميه اضاءه قد ايه جوه المبنى، وبداوا يخلوا كل وحده بتتحرك بشكل مختلف عن الثانيه بحيث انها توفر لي الاضاءه للانسان محتاجها جوه المبنى، وباستخدام طبعا المعلومه اللي هو عارفها من بره ان شده الاضاءه كام، يا اما هيفتح علشان شده الاضاءه بره مناسبه فانا محتاج ان انا ادخل اضاءه، او شده الاضاءه بره منخفضه فانا محتاج افتح العدسه قوي علشان تدخل لي اكبر كم من الاضاءه، او ان شده الاضاءه بره عاليه جدا وانا لو دخلت الاضاءه ده يحصل لي ابهار او عينيا هتتاذي، فابتدي اقلل العدسه شويه عشان اخد كميه الاضاءه اللي انا محتاجها بس. يبقى هو هنا عمل علاقه ما بين المعلومات المناخيه اللي هو اراها من بره المتوفره طبعا عن طريق ملفات الطقس،
او متوفره عن طريق الوحدات الارصاد اللي ممكن احطها في السايت عندي مع الاحتياج بتاع الانسان اللي عايش جوه المبنى او مستخدم المبنى وبدا يعمل له واجهه بتتحرك عشان تحقق الراحه للمستخدمين جوه المبنى. يبقى ده التكيف السلوكي، وقدرت ان انا اخلي المبنى بيتاقلم معايا. طيب التكيف بالتعلم، هو المبنى بيفكر عشان يتعلم. انا ممكن دلوقتي اخليه يعني يفكر. انا عندي دلوقتي نوع من انواع المباني الذكيه، ده ظهر معانا في مبنى اسمه The Adaptive House في كولورادو، وده يعتبر من اوائل المباني الذكيه. المبنى الذكي ايه فكرته بمنتهى البساطه؟ ان انا بحط سنسورز خارجيه خارج المبنى او محطه ارصاد بتبتدي تعمل لي كوليكشن لدرجات الحراره بره، درجات سرعات الهواء، نسب الرطوبه والحاجات دي، فبتعرفني اللي هي ريل تايم قراءات ساعيه او وقتيه او لحظيه ايه اللي بيحصل بره المبنى. وعندي سنسورز تانية بتقيس لي درجه الحراره جوه المبنى، بتقيس لي معدلات الرطوبه، بتقيس لي معدلات التهويه، وبتشوف هل مثلا درجه الحراره زادت عن معدلات اللي هي انا مبرمجه على اساسها ان معدل الراحه الحراريه مثلا من 18 ل 25. لو زادت درجه الحراره عن 25 يبتدي ياخد اكشن معين، يعني السنسور يدي امر للسيستم بتاع المبنى ان هو يعني يفتح لي الشباك اللي على الواجهه البحريه مثلا، او يبتدي ياخد قرار ان هو لا ده في درجه حراره عاليه قوي الشباك مش هيساعدني فابتدي اشغل التكييف. فالسنسور ده بيبتدي ياخد قراءات بيبعت المعلومه لنظام تاني، النظام ده بياخد اكشن معين عشان يوفر لي الراحه جوه المبنى بتاعي. ممكن يكون سنسور بتاع اضاءه، لما عدد يعني المستخدمين يخشوا الغرفه النور يشتغل، لما يخرجوا من الغرفه النور يطفي، وبكده انا قدرت ان انا اتحكم في استهلاك الطاقه جوه المبنى او ان انا اوفر راحه حراريه للمستخدمين جوه المبنى عن طريق الذكاء الصناعي. الموضوع ما يعني ما انتهاش عند موضوع السنسورز بس، ده في حاجه اسمها شبكه الاعصاب الصناعيه اللي بداوا يعملوها عشان تحاكي شبكه الاعصاب اللي موجوده في جسم الكائنات الحيه او في جسم الانسان، اللي هي ان هو يتعلم مش بس ان هو ياخد اكشن معين لما يبقى عنده قراءات معينه، لا يتعلم. انا كانسان لو في حاجه لسعتني في المكان اللي انا موجود فيه اكيد مش هحط ايدي عليها تاني، خلاص اتعلمت ان انا المكان ده لسعني فمش هحط ايدي عليها تاني عشان ما تلسعش تاني، وبالتالي انا اتعلمت من الموقف اللي حصل. طب المبنى هيتعلم ازاي؟ اي مبنى ذكي بيبقى فيه نظام تحكم بيخلي اليوزر اللي انا المستخدم اللي انا قاعد جوه الفراغ ده، لو انا ما عجبنيش مثلا درجه الحراره جوه المبنى بالرغم ان هو اخد الاكشن وفتح لي الشباك مثلا على الواجهه الشماليه فدخل لي هواء مرطب، لكن انا احساسي بالراحه الحراريه مختلف عن بقيه الناس، فانا نتيجه اي عامل من العوامل ظروف صحيه او ايا كان، فانا هبتدي اخد اكشن تاني ان انا هفتح شباك في واجهه مختلفه مع الشباك اللي هو على الواجهه الشماليه عشان اعمل تيار هواء وابتدي ان انا احس بالراحه اكتر. فدي اسمها اليوزر اكسبيرينس، انا تجربتي الشخصيه قالت لي ان انا محتاج اعمل اكشن تاني مع الاكشن اللي المبنى اخده علشان احس بالراحه اكتر. طيب المبنى هيعمل ايه لما بيكون في شبكه الاعصاب الصناعيه دي؟ بياخد الاكشن اللي الانسان عمله، التصرف اللي الانسان عمله، ويحتفظ بيه، يحفظه في الذاكره بتاعته، ويبتدي يكرره في كل سنه في نفس التوقيت، لانه خلاص عرف انه اللي هو عمله في التوقيت ده، الاكشن اللي هو عمله عشان يوفر لي الراحه الحراريه ما كانش كفايه بالنسبه لي، فبدا ان هو انا كمستخدم اخد اكشن تاني، فبدا ان هو يحفظ لي الاكشن التاني ده علشان يوفره لي في كل سنه في نفس التوقيت، يبقى هو كده بقى عنده ذكاء وعنده تعلم. طيب اختصارا بقى لكل اللي حصل ده، ان انا قدرت ان انا اخلي المبنى يتكيف، قدرت ان انا اخلي المبنى يتكيف مع التغيرات اللي بتحصل في المناخ العادي. انا عندي المناخ بيتغير كل ساعه وكل يوم وكل اسبوع وكل فصل، يعني عندي المناخ بيتغير من فصل لفصل. طيب المناخ بيتغير كمان كل 10 سنين، اللي هي موضوع التغيرات المناخيه ده، في درجات الحراره بتتغير كل 10 سنين بمعدل معين. يبقى انا لو قدرت ان انا اخلي المبنى يستجيب للتغيرات اللي بتحصل بره المبنى ويكون في انظمه
تحس لي باحتياجات الانسان اللي جوه المبنى، زائد انظمه اسمها انظمه التحكم عشان اخد اليوزر اكسبيرينس كمان احتفظ بيها. يبقى انا كده هعمل مبنى يقدر ان هو يستجيب للمناخ ويتكيف مع التغيرات المناخيه. طيب الانظمه اللي هتساعدني بقى ان المبنى ده يكون متكيف مع التغيرات المناخيه، هنلاقي اول نظام اللي هو النظام الحركي. طيب قبل موضوع النظام الحركي ده، لازم اكون اصلا المبنى بتاعي استخدمت كل الباسيف تكنيكس اللي موجوده اللي انا اعرفها علشان اخليه بشكل طبيعي، استخدمت الطاقات الطبيعيه في توفير الطاقه توفير الطاقه في المبنى وتوفير الراحه الحراريه او الراحه الكليه للمستخدمين، يعني توفير اضاءه طبيعيه فكده بوفر الراحه البصريه، توفير الراحه الحراريه ان انا اخلي درجه الحراره في محيط الراحه الحراريه، توفير الراحه النفسيه ان انا اشوف ضوء النهار ده بيخليني مرتاح نفسيا، توفير تهويه طبيعيه، توفير التدفئه بالاشعاع الشمسي المباشر. يبقى انا كده استخدمت الطاقات الطبيعيه في المبنى الاول، وبعدين بستخدم الانظمه اللي هتخلي بقى المبنى ده يتكيف مع التغيرات اللي ممكن تحصل على مدار السنين اللي جايه، يعني على مدار اليوم والساعه والشهر والسنه وعلى مدار السنين اللي جايه اللي هيحصل فيها موضوع التغيرات المناخيه. طيب الانظمه الحركيه دي زي المبنى اللي احنا شايفينه ده، ده مبنى موجود في استراليا اسمه كيفر تكنيك اوفيس بيلدينج. استخدم زي شيدنج ديفايس بتبتدي تتحرك كل ساعه بشكل مختلف او كل وقت معين بشكل مختلف عشان تدخل اضاءه طبيعيه للمبنى بدون ما تزود استهلاك الطاقه او بدون ما تخلي الاشعاع الشمسي يخش لي بشكل مباشر فيزود لي من درجه حراره الفراغ الداخلي ويزود لي من استهلاك الطاقه جوه المبنى. هو كده عمل نظام حركي بيشتغل بكيفيه معينه عشان يوفر اضاءه طبيعيه وفي نفس الوقت يقلل استهلاك الطاقه جوه المبنى ويوفر الراحه لمستخدميه. برضو في مبنى اسمه ديزاين هاب في ملبورن، دوت يعني عامل كل مجموعه من الاقراص دي عباره عن عدسات زجاجيه، كل مجموعه منهم بتلف بطريقه معينه بحيث ان هي توفر اضاءه جوه المبنى وفي نفس الوقت تعكس الاشعاع الشمسي المباشر ان هو ما يبقاش موجود جوه المبنى، وبالتالي هتوفر الراحه للمستخدمين. تاني حاجه لازم ان انا اوفرها في المباني اللي انا عايزها تتكيف مع التغيرات المناخيه، احنا قلنا ان نستخدم باسيف تكنيكس، نستخدم الانظمه الحركيه، ونستخدم الانظمه المستجيبه ان انا بحط فيه سنسورز جوه المبنى عشان تحس لي بيه التغيرات اللي بتحصل جوه المبنى نتيجه التشغيل ونتيجه وجود الاشخاص جوه المبنى والانشطه المختلفه اللي بيعملوها، زائد ان انا استخدم سنسورز بره المبنى علشان اشوف التغيرات او احس بالتغيرات اللي بتحصل بره المبنى، واستخدم كمان شبكه الاعصاب الصناعيه اللي المفروض ان هي هتتعلم من اليوزر اكسبيرينس اللي بيحصل، زائد ان انا اوفر اصلا لليوزر انظمه تحكم علشان اخليه يقدر ان هو يحس بحريه ان هو ياخد الاكشن المريح بالنسبه له، زائد الحاجات اللي انا وفرتها له في المبنى بتاعي. يبقى كده الانظمه دي كلها لو انا عملت انتجريشن ما بينهم هقدر ان انا اوفر التكيف او اخلي المبنى بتاعي يقدر ان هو يتكيف مع التغيرات المناخيه. هنا في الاخر بيبقى عندي مبنى اسمه كاينيتيك ريسبونسيف سيستمز، لو انا استخدمت اللي هي الانظمه الحركيه مع الانظمه المستجيبه مع الباسيف تكنيكس ممكن اخليها يعني تستجيب للاشعاع الشمسي، ممكن تستجيب لحركه الريح، ممكن تستجيب لكميه المطر او للمطر، ممكن تستجيب لارتفاع في درجه الحراره. فانا ممكن يعني نوع الاستجابه ده اخليه اي حاجه انا عايز اعملها في المبنى بتاعي، بس طبعا لازم تكون مدروسه. طيب عايزين بقى الخطه نلخص كل اللي قلناه ده. انا عايزه احدد اهدافي، انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايزه اعمل مبنى، اصمم مبنى متكيف مع التغيرات المناخيه اللي هتبقى كده كده حاصله، واخفف اخفف كمان الانبعاثات الناتجه عن المبنى بتاعي نتيجه التغيرات المناخيه اللي هي اوريدي بدات تحصل، ومش عايز التغيرات المناخيه دي تزيد في المستقبل او ازود الانبعاثات في المستقبل. طيب يبقى الهدف بتاعي ان انا احقق الراحه الحراريه للمستخدمين،
لان لو حققت الراحه الحراريه هقلل استهلاك الطاقه واقلل الانبعاثات، هوفر جوده للهواء الداخلي جوه المبنى، يعني اخلي الهواء جوه المبنى هواء نقي بيتجدد باستمرار ويعني بيتحرك بشكل مستمر. تالت حاجة هعملها ترشيد استهلاك الطاقة جوه المبنى بإني أستخدم الطاقات الطبيعية وأقلل استخدامي للتكييف. يعني عشان نكون بس صريحين مع بعض، إن في بعض الدول اللي لازم بتستخدم التكييف في وقت معين من اليوم على الأقل، اللي هي الظروف القصوى اللي ممكن تحصل مثلا في فصل الصيف أو في الخريف أو في الربيع. ده يعني ممكن يحصل، انا مش ممانعه ده، لكن لو انا عملت كل الباسيف تكنيكس وكل الاحتياطات ان انا اقلل استهلاك الطاقه، بدل ما هشغل التكييف بتاعي 24 ساعه انا هشغل التكييف مثلا ساعتين بس، وبدل ما هشغله عشان يخلي لي درجه الحراره مثلا 18، لا انا ممكن اخلي درجه الحراره تبقى 20، فانا قللت الاحمال بتاعه التكييف وفي نفس الوقت قللت عدد الساعات اللي انا هستخدم التكييف فيها. فالمشكلة مش في استخدام التكييف نفسه، بس عدد ساعات استخدامه والأحمال اللي هي بتاعة التكييف نفسها. أنا بقى لو عملت ده كله هحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وده برضو من ضمن الأهداف بتاعتي. طيب إيه الخطوات اللي أنا هعملها في التصميم بتاعي؟ زي ما قلنا برضو إن أنا هبتدي أشوف أحط الكونسبت بتاعي، أو قبل ما أحط الكونسبت لازم الأول أدرس السايت بتاعي، المدينة اللي أنا هصمم فيها إيه مميزات المناخ وإيه عيوبه. طيب أنا هعرف مميزات المناخ وعيوبه منين؟ لازم أجيب ملفات الطقس اللي هي الويذر فايل اللي موجودة على موقع انرجي بلس، ده بالنسبة للمناخ الحالي. طيب المناخ اللي هيحصل في المستقبل، يعني إحنا قلنا إن إحنا عايزين ندرس المبنى بعد 10 سنين وبعد 20 سنة، أنا هجيب ملف الطقس بتاع بعد 20 سنة منين؟ في تولز دلوقتي بتعمل جنريت للويذر فايل بتاع سنه 2050 و2100، بنقدر ان احنا نجيبها اونلاين نعملها داونلود وبتبقى حاجات اوبن سورس وما فيهاش اي مشكله خالص. ببتدي اشوف المميزات والعيوب بتاعه المناخ الحالي والمميزات والعيوب بتاعه المناخ اللي هيحصل في المستقبل، وبعدين ابتدي احط الكونسبت بتاعتي بناء على دراسات الموقع اللي انا بدات اعملها، وأشوف بقى أنا إزاي هستخدم التهوية الطبيعية. لازم أكون على دراسة أو على وعي كويس جداً بالقوانين بتاعت حركة الهواء في الكون، وإزاي إن أنا هحرك الهواء جوه المبنى. الموضوع ده ليه قوانين ومعادلات معينة لازم أرجع لها عشان أكون بشتغل بطريقة صحيحة. الكتلة الحرارية اللي هي الثيرمال ماس، الكتلة الحرارية دي أنا بختار ماتيريال لغلاف المبنى زائد بشوف سمك الغلاف ده هيبقى عامل ايه، بحيث ان انا اخلي المده الزمنيه اللي هي الحراره هتتنقل فيها من بره المبنى لجوه المبنى، بدل ما هي هتاخد ساعه عشان توصل جوه تزود لي ارتفاع تعمل لي ارتفاع في درجه حراره الفراغات الداخليه، ممكن تاخد 8 ساعات لحد ما توصل جوه المبنى. ولو ده مبنى اداري هكون انا مشيت اصلا من المبنى، ولو ده مبنى سكني ممكن افتح الشباك فتخلص من الحراره الزائده لو احنا في الصيف، او اقفل الشباك عشان ادفي المكان لو احنا في الشتاء. يبقى الثيرمال ماس دي برده من ضمن الباسيف تكنيكس اللي ممكن استخدمها. تالت حاجه ممكن استخدم التبريد بالترطيب، ان انا اشغل رشاشات الميه زي ما بيحصل مثلا في الحرم وفي المعارض الاوت دور، بيبتدوا يستخدموا رشاشات الميه عشان يرطبوا الهواء ويرطبوا الجو اللي الناس قاعده فيه في الاوت دور. فممكن استخدم ده برضو على واجهات المباني، ان انا اعمل ستاير من المية على الواجهات الزجية فتبرد لي الهواء اللي داخل عندي المبنى قبل ما يدخل. بعد كده ممكن استخدم الاضاءة الطبيعية، ما اعتمدش بس على الاضاءة الصناعية وخاصة في ساعات النهار. وفي تكنيكس دلوقتي ممكن تختزن الطاقة اللي هي الضوء الطبيعي وبعدين تعكسه وبيوصل او بتحتفظ بيه بحيث ان هي تبثه في المبنى بالليل. التدفئة بالإشعاع الشمسي المباشر، يعني أنا عايزة أبقى ذكي في استخدامي للطاقة الشمسية، هحمي نفسي منها إمتى في الصيف أو إزاي في الصيف، وهكتذبها إزاي في الشتاء. فلما أجي أعمل شيدنج ديفايس لازم أكون دارس العمق بتاع الشيدنج ديفايس ده أو البروز بتاعه، بحيث إن أنا تحميلي من أشعة الشمس في الصيف وما تمنعليش الشمس إنها تخشلي جوه المبنى في الشتاء. يبقى أنا كده الأول عملت الباسيف تكنيكس اللي انا هستخدمها، وبروح على الويذر فايلز مع البرامج السيميليشن واعمل تيست للمبنى، اشوف
اللي انا عملته ده قللت بيه درجات الحراره جوه المبنى قد ايه، معدل التهويه جوه المبنى عامل ازاي، ولو انا عندي برنامج بيعمل سيميوليشن لحركه الهواء اقدر استخدمه عشان اشوف حركه الهواء جوه المبنى عامله ازاي. طيب استهلاك الطاقه ده قد ايه، طبعا لو انا قدرت اعرف انا قللت استهلاك طاقه قد ايه، في برضو تولز بتشوف اللي هي الكربون فوت برينت، فاقدر ان انا اشوف انا قللت الانبعاثات بنسبه قد ايه. وبعدين بخش بقى على الجزء الاكتف، انا اشتغلت على الجزء الباسيف، بخش على الجزء الاكتف اللي هي الانظمه الحركيه المستجيبه. ان انا اشوف مثلا ممكن اعمل الشباك بيتحرك اوتوماتيك مثلا ريليتد ليه معلومه معينه، ان هو لو درجه الحراره بره اقل من 25 ودرجه الحراره جوه في رينج 25 او اعلى شويه من 25، يبقى انا محتاج الهواء ده ان هو يخش لي جوه المبنى، افتح لي الشباك في التوقيت ده. يبقى انا كده عملت الشباك بيتحرك ريسبوند، يعني بيرسبوند للتغير اللي حصل او المعلومه المناخيه اللي انا حصلت عليها من بره مع المعلومه اللي بتعبر لي عن احتياجات اليوزرز جوه المبنى. طيب وده طبعا وانا بتكلم كده اتكلمت عن الانظمه الحركيه، وكمان حطيت انظمه مستجيبه اللي هي السنسورز اللي انا بحطها جوه المبنى وبره المبنى، زائد انظمه التحكم اللي هو الريموت كنترول مثلا، ان انا يبقى معايا كده ريموت كنترول بيقول لي ان انا ممكن افتح الشباك ده حتى لو كان في الوقت اللي الاستجابه بتاعت الواجهه ما يعني بتقول ان انا مش هفتح الشباك دلوقتي، لكن انا كيوزر ريليتد لي استقبالي لبعض المتغيرات اللي بتحصل في الاندور بدات احس ان انا لا محتاجه افتح الشباك في التوقيت ده، فبالريموت كنترول فتحت الشباك. وهنيجي هنا لدور انظمه التعلم، ان عن طريق انظمه التعلم بيبتدي يحتفظ لي باليوزر اكسبيرينس دي وبعدين يعملها لي في بقيه الايه يعني في السنين اللي جايه بعد كده في نفس التوقيت من كل سنه. طيب ايه بقى موضوع التنافسيه؟ احنا كده اتكلمنا عن التغير المناخي وقلنا مشكله التغير المناخي عباره عن ايه وازاي ان انا اتكيف معاها، وفي نفس الوقت اتكلمنا عن موضوع التكيف وعرفنا التكيف بيبقى عامل ازاي في الطبيعه، وازاي ان انا اخلي المبنى متكيف مع المناخ والتغيرات المناخيه كمبنى، وان هو يعني في التكيف ده بيحاكي ازاي الانسان وبقيه الكائنات اللي هي الموجوده في الطبيعه. طيب ليه بقى موضوع التنافسيه واحنا هنتكلم عنه ليه؟ لو اخذنا بالنا كده واحنا بنتكلم ان احنا كررنا جوده الهواء الداخلي التهويه الطبيعيه اكتر من مره واحنا بنتكلم، لان التهويه الطبيعيه مش بس مهمه علشان التنفس بتاع الانسان، مهمه كمان علشان صحه الانسان، مهمه عشان اتخلص من الرطوبه الزايده، مهمه عشان اتخلص من البكتيريا، مهمه عشان اتخلص من الملوثات اللي بتحصل جوه المبنى، مهمه عشان ساعات بستخدمها في تبريد المبنى. يبقى انا كده لقيت من خلال دراستي لموضوع التغير المناخي والتكيف مع التغير المناخي ان التهويه الطبيعيه مهمه جدا جدا بالنسبه لموضوع التكيف مع التغيرات المناخيه، وان هي عن طريقها ممكن ان انا اقدر يعني ايه اواجه المشكله واقلل من الانبعاثات واقلل استهلاك الطاقه واوفر الراحه الحراريه لو بس اهتميت بموضوع التهويه الطبيعيه. طيب برضو ايه علاقه التهويه بالتنفس؟ هو المبنى ممكن يتنفس؟ هو المبنى ممكن يتنفس، يعني ما نتعاملش معاه على انه جامد كده، لا احنا دلوقتي ايه بنحاكي الطبيعه، فانا اقدر اخلي المبنى طبعا ايه يتنفس، وطبعا الكمال لله وحده احنا مش هنقدر نحاكي الحاجات اللي موجوده في الطبيعه بالظبط، لكن انا بحاول بقدر الامكان بالتولز اللي موجوده في ايدي كمعماري من ناحيه النولج التكنولوجيا اللي هي السوفت وير بتاع التصميم نفسه اللي دلوقتي بقى متطور جدا، انه يساعدني ان انا احقق اي افكار ممكن تجي لي تكون فعلا مفيده وممكن تنقذ البشريه كلها بالمعنى الحرفي. لو جينا كده لموضوع التنفس في الطبيعه نشوف برضو بيتم ازاي، هنلاقي ان العصفور او الطيور عموما عندها حاجه اسمها الاكياس الهوائيه. الاكياس الهوائيه دي بيبقى في اكياس هوائيه خلفيه واكياس هوائيه اماميه. لما بتحصل عمليه الشهيق بيبتدي الاكياس الهوائيه الخلفيه تتملي بالهواء البارد المحمل بالاكسجين، وبعدين بيبتدي ينطلق من الاكياس الهوائيه الخلفيه بعد ما بتتملي لبقيه الاجهزه ويحصل تبادل ما بينها وما بين الغازات، وبعدين الهواء بقى المحمل بثاني اكسيد الكربون وبخار الميه والحراره بيروح للاكياس الهوائيه الاماميه
علشان يختزن تختزن فيها، وبعدين لما تحصل عملية الزفير يقوم مطلع بقى ايه كل الهواء الفاسد ده بره جسم الايه الطائر. طيب الموضوع انتهى عند كده؟ لا، في صمامات صغيرة جدا بتبتدي ان هي تتحكم في عملية الحركة دي، بتقفل لي المكان اللي بيخرج منه الهواء المحمل بثاني اكسيد الكربون علشان الهواء البارد يدخل، وبتفتح علشان تخرج الهواء اللي هو الفاسد ده في عملية الزفير. يبقى أنا هنا عندي جهاز حركي أو نظام حركي، عندي استجابة وعندي أنظمة تحكم. زيه زي الإنسان، الإنسان لما بيجي يتنفس هنلاقي إنه الهواء في الكون كله بيتحرك من الضغط المرتفع للضغط المنخفض، فهنلاقي إن الضغط بره مرتفع والضغط جوه الرئتين منخفض. فأنا لما بتحدث عملية الشهيق ببتدي الهواء يتنقل من الضغط المرتفع للضغط المنخفض، وعن طريق حركة الحجاب الحاجز بتنبسط عشان تعمل شهيق وتنقبض عشان تعمل زفير، فبرضه في حركة مستمرة في عملية التنفس بالذات، هتلاقيها في حركة ديناميكية مستمرة طول الوقت. طيب التنفس في المباني هو التهوية. التهوية دي يا إما تكون تهوية طبيعية عن طريق الشباك أو حركة الهواء، أنا بعمل كروس فنتليشن جوه المبنى واستخدم القوانين بتاعت حركة الهواء والخواص بتاعت حركة الهواء في ان هو يبقى فيه حركة مستمرة جوه المبنى، او تكون تهوية ميكانيكية عن طريق الأجهزة، المراوح، اي حاجة هستخدم فيها كهرباء عشان حركة الهواء، فدي تهوية ميكانيكية، او ان انا اجمع ما بين التهوية الطبيعية والتهوية الميكانيكية في حاجة اسمها هايبرد فنتليشن او التهوية المختلطة. لو هنقول بعض الأمثلة على التهوية الطبيعية وإزاي اتحققت في بعض المباني، زي مثلا كوينز بيلدينج في اليو كي، بدأ إن هو يستغل خاصية التشمني أو اللي هي الستاك افكت، وبدأ إن هو يجتذب الهواء إن هو يخش من الشبابيك في المبنى من تحت، وبعدين يختلط طبعا الهواء ده بالإنسان اللي بيستخدم المبنى ويحمل ب الحرارة، فكثافته بتقل فبيبتدي يتصاعد لفوق لغاية لما بيطلع من المداخن اللي هو المصمم حاططها في المبنى، وبالتالي يبقى فيه حركة مستمرة للهواء من الشباك للمدخنة، وإيه ويبقى فيه حركة ديناميكية بشكل مستمر جوه المبنى. يبقى أنا كده عملت تهوية طبيعية وقللت استهلاك أي حاجة ميكانيكية علشان أحرك الهواء أو عشان أوفر الإيه الراحة الحرارية للمستخدمين جوه المبنى. في بقى السمارت فنتليشن، السمارت فنتليشن دي هي تهويه طبيعيه لكن ذكيه. التهويه الطبيعيه الذكيه دي ظهرت في مبنى الاستاد ويمبلدون لما عملوا فتحات في السقف علشان يبتدي يسحبوا منها الهواء، وتخش الهواء دي على تانلز او على ممرات، الممرات دي مع يعني محاطه بانابيب من المياه المبرده بحيث ان هي تبرد الهواء اللي داخل ده، وبعد ما بيتم تبريد الهواء بيتم ضخه عن طريق السقف وعن طريق وكمان الى داخل الفراغ بتاع الاستاد عشان يوفر تهويه طبيعيه مستمره جوه المبنى، واقلل استهلاك الاجهزه الميكانيكيه في التبريد بتاع الهواء، وفي نفس الوقت بيبقى في حركه مستمره للتهويه. يعني هم بيضخوا حوالي 254 الف قدم مكعب من الهواء في الدقيقه الواحده عشان يعملوا تهويه طبيعيه مستمره، زائد طبعا ان عندهم كانوا عاملين السقف بيتحرك بحيث ان انا احمي الاستاد من الامطار في الاوقات بتاعت الامطار، وفي نفس الوقت احميه من الاشعاع الشمسي المباشر في الاوقات اللي فيها اشعاع شمسي مباشر. بنفس التكنيك وبنفس الطريقه بس طبعا بتصميم مختلف، الابل بورك من تصميم فوستر وشركاه بداوا ان هم يوفروا أو يقللوا درجة الحرارة جوه المبنى الضخم ده من 20، يعني يخلوا درجة الحرارة جوه المبنى من 20 ل 25 درجة سيليزيوس عن طريق الحركة بتاعت الهواء كشهيق وزفير. عملوها إزاي؟ هنشوف دلوقتي. أنتوا سامعين الصوت الأول؟ سامعين صوت الفيديو؟
ممكن حد يقولي لو سامعين صوت الفيديو ولا لا؟ لا الصوت مش واصل. ثانية واحدة. Apple Park is one of the largest naturally ventilated buildings in the world that has been designed. كده الصوت واصل؟ كده الصوت تمام. Apple Park is one of the largest naturally ventilated buildings in the world that has been designed with the environment in mind. Most buildings are like motorboats. You know, you turn on the air conditioning systems to run between 68 to 72 degrees Fahrenheit, and it just purrs. Well, our system of natural ventilation is like a sailboat. We run chilled water tubing through that concrete mass, and then we use outside air to be our dominant cooling system, and you're using very little energy to get the tempered water to do this. So it's a breathing building. هنا بيقولوا انه ده يعتبر من اكبر المباني اللي متنفسه اللي بتعتمد على التهويه الطبيعيه، ولو لاحظنا ان هو استخدم نفس التكنيك بتاع المبنى اللي فات في ان هو يمرر الهواء الاول على تانل في مواسير او انابيب من المياه المبرده، بحيث ان هو يعمل تبادل حراري ما بين درجه الحراره بتاعه الهواء والمياه المبرده دي، وبالتالي يعني يضخ الهواء ده بعد كده في الفراغات فيقلل من درجة حرارتها، وفي نفس الوقت يعمل natural ventilation ويجدد الهواء جوه المبنى ويسبب الراحة للمستخدمين بتوع المبنى. Very little. برضو مش لازم أعمل حاجة فظيعة في المبنى علشان أخليه مبنى مستجيب أو إنه يكون فيه تهوية طبيعية كويسة، ممكن بطريقة مبسطة جدا لو أنا رعيت التوجيه بتاع المبنى، الشيب بتاع الكتلة بتاعة المبنى، ممكن إن أنا أحقق ده بسهولة، مع إن أنا ممكن أعمل بس اللي هو الجزء الذكي بإني أعمل جزء متحرك من الواجهة زي ما المبنى ده عمل. المبنى ده اسمه KFW Headquarter في ألمانيا، وبدأ ياخد الشيب بتاع المبنى بما يتناسب مع الأماكن بتاعة الضغط المرتفع للهواء والأماكن بتاعة الضغط المنخفض، بحيث إن يبقى فيه انسيابية لمرور الهواء حوالين المبنى، وبكده يقدر إن هو يقلل التبادل الحراري ما بين سطح المبنى وما بين تيارات الهواء اللي بتمر حوالين المبنى، وفي نفس الوقت خلى الواجهات كلها عبارة عن شبابيك. الشبابيك دي كلها زجاجية، الشبابيك دي استغلها في الشتاء إن هي تعمل يعني تاخد الإشعاع الشمسي المباشر عشان تعمل تدفئة لفراغات المبنى الداخلية في الشتاء، وفي الصيف بدأ إن هو يفتح الشبابيك دي اللي هي بتفتح أوتوماتيك، يعني بحيث إن هي تدخل لي الهواء فتبرد لي الجزء اللي هو الدبل ما بين الواجهة الخارجية والواجهة الداخلية دي، وبعدين يطرد الهواء الساخن أو بعد ما يتم تسخينه من الشبابيك الخلفية. وبكده هو قدر من التكنيك واحد أو من حاجات بسيطة جدا في المبنى يشغل المبنى في الصيف ويشغله في الشتاء، أو يوفر الراحة في الصيف وفي الشتاء في نفس الوقت. عندنا برضو في بلادنا العربية في مثال مشهور جدا وناجح جدا اللي هو أبراج البحر في أبو ظبي. هو طبعا عمل نفس فكرة المشربية، أو الفكرة كانت مستوحاة من فكرة المشربية، إن هو استخدم بانلز شفافة أو من مادة شفافة بحيث إن هي ما تمنعش الإضاءة الطبيعية جوه المبنى، وفي نفس الوقت تحميلي من الإشعاع الشمسي المباشر، وعملوا كمان حدائق في أماكن بتتعرض للإشعاع الشمسي المباشر بشكل كبير جدا طول الوقت، فبدأوا يعملوا الحدائق دي بحيث إن هم يقللوا من الاكتساب الحراري عن طريق الأماكن دي، وفي نفس الوقت حركة الهواء عن طريق داخل الحدائق دي بيخلي درجة حرارة الهواء تقل، وبعد كده لما يجوا يمرروها ما بين فراغات المبنى المختلفة تبتدي بالتالي تقلل درجات الحرارة جوه المبنى. وطبعا علشان يكفر الطاقة المستهلكة في تحريك الواجهة دي، بدأ إن هو يعمل خلايا شمسية على الأسطح بحيث إن هو يستخدم الطاقة المولدة في الحركة الميكانيكية اللي هتحصل على الواجهة، وبالتالي قدروا إن هم يوفروا 20% من الطاقة المستهلكة في التبريد، وبالتالي قللوا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 40%. فده مثال عربي ناجح من أمثلة المباني المستجيبة للمناخ، واللي ممكن تعمل يكون ليها دور كبير جدا في التكيف مع التغيرات المناخية. طيب هو ده يعني موضوع بقى التنفسية والمباني المتكيفة والحاجات دي،
مقصور بس على الناس اللي هم المكاتب الكبيرة والمعماريين الكبار والناس دول، ولا أنا أقدر كمعماري في شغلي العملي التطبيقي أقدر أحقق ده؟ ده كان عندي تساؤل. طيب هي المباني المتنفسة أو الواجهات المتنفسة دي فعلا بتتكيف مع التغيرات المناخية؟ هتقللي لي درجة الحرارة جوه المبنى ولا لأ؟ هتوفر لي الطاقة ولا لأ؟ طب تعالوا نجرب كده، لو أنا جيت في مصر عندي مبنى إداري وحبيت إن أنا أحط الواجهة المتنفسة دي عليه، إيه اللي هيحصل؟ فدي كانت النقطة بتاعت الماجستير بتاعتي، وهقول لكم إيه اللي حصل معايا. أنا الأول بدأت أجيب ملفات الطقس، والحمد لله إن ساعتها أنا واخدة الماجستير في 2015، فكنت بعاني شوية من قلة السوفت وير اللي موجودة اللي كانت تقدر تساعدني، لغاية لما ربنا أكرمني ورزقني كان دكتور مصطفى ربيع لو تعرفوه، بدأ إن هو يعلمني يعني إيه بارامتريك ديزاين وكده، وبعد كده أنا يعني تعمقت أكتر في الموضوع وبدأت أشوف إيه بقى السيميليشن تولز اللي ممكن تساعدني في التصميم اللي أنا أو في النتائج اللي أنا عايزة أوصل لها. ف الحمد لله لقيت موضوع الليدي باج والهاني بي، فساعدوني كتير جدا في التوقيت ده ان انا احصل على النتائج بعد ما كنت بقى اعاني لفتره طويله ان انا مش لاقيه حاجه كسوفت وير تساعدني في التصميم بتاعي. فبدات اخد ملف الطقس اللي هو متاح ساعتها اللي هو بتاع 2015 الحالي، وابتدي اشوف درجه الحراره بتاعه المناخ عامله ازاي، وبعدين جبت تول او يعني سوفت وير تاني بيعمل جنريت لي ملف الطقس لسنة 2020 اللي هي دلوقتي ولسنة 2050، وبعدين بدأت أقارن الثلاث درجات حرارة ببعض اللي هي درجات الحرارة طول السنة في 2015 وطول السنة في 2020 وطول السنة في 2050، وبعدين لقيت إن درجات الحرارة جوه المبنى أصلاً اللي هو مبنى يعتبر من المباني المريضة مش مصمم بحيث إن هو يتوافق مع البيئة ولا أي حاجة، لقيت إن درجة الحرارة القصوى ممكن تعدي ال40. طيب مع مشكلة التغيرات المناخية لقيت إن هي هتقرب على 50 في توقيت معين من السنة، فكان لازم إن أنا أبتدي أعمل شوية حاجات في التصميم بحيث إن هي تساعدني أقلل من درجات الحرارة الداخلية جوه المبنى في الوقت الحالي، وبعدين أشوف إزاي بقى هتكيف مع التغيرات اللي هتحصل في المستقبل. فبدأت أشوف بقى الراحة الحرارية الدراسات بتاعتها عاملة إزاي، وبدأت أشوف كمية الحرارة المكتسبة وعن طريق الواجهات اللي هي الحرارة المكتسبة عن طريق التهوية الطبيعية، وبدأت أشوف المشكلة بتاعتي جاية منين بالظبط في المبنى وإيه اللي أنا محتاج إن أنا أعدله علشان أوفر الراحة الحرارية دلوقتي وأوفر الراحة الحرارية للمستخدمين بعد 10 سنين وبعد 20 سنة وبعد 30 سنة أو على مدار عمر المبنى. وللأسف عشان وقتها ما كانش عندي وقت قوي إن أنا أصمم واجهة متنفسة فروم سكراتش، فأخدت واجهة مهندس اسمه أو مهندسة مش متأكدة من المعلومة دي اسمه سكوت كروفورد من جامعة واشنطن، ده عمل واجهة متنفسة بتحاكي الجهاز التنفسي في الإنسان، وعمل غشاء بيحاكي الحجاب الحاجز في الإنسان بينبسط علشان يعمل شهيق وينقبض علشان يعمل زفير. فالواجهة مفتوحة بتعمل شهيق، وبعدين عن طريق المحرك ده بيبتدي يزق الواجهة لبره علشان يعمل زفير، ومع الزفير ده هيبتدي يخرج جزء من الهواء اللي جوه المبنى عن طريق عملية الايه السحب دي. فقلت طيب ماشي، دي واجهة موجودة والمهندس ده عن طريق الدراسات اللي عملها بيقول ان دي واجهة متنفسة متكيفة مع التغيرات المناخية، تعالوا نتست ونشوف هل فعلا ناجحة ولا لا. بدأنا نبني الموديل وبدأت أشوف إيه بقى المقومات الطبيعية أو الحاجات العوامل المساعدة اللي ممكن أستخدمها في المبنى بتاعي من غير ما أهد المبنى وأبني من جديد. فده كان تصميم بسيط جدا للمبنى، كان عبارة عن ممر طويل جدا بيوزع لي على أو بيتحرك بتحرك فيه على الفراغات المختلفة. فبدأت أشوف طيب ما أنا عندي أهو الممر ده ممكن يشتغل زي القصبة الهوائية، وهدخل الهواء من ناحية الشمال عن طريق الواجهة المتنفسة بتاعتي، وعن طريق القصبة الهوائية بتاعت المبنى دي هبتدي أعمل توزيع للهواء في الفراغات المختلفة. طيب والهواء المحمل بثاني أكسيد الكربون واللي حرارته ارتفعت أخرجه منين؟ فأنا هنا لو تلاحظوا كنت عاملة دبل سكن، يعني عاملة سكن تاني خارجي، ممكن الهواء ده يخرج على
الممر اللي هو يعتبر احنا كنا عاملينه كلاندسكيب يعني، وبعدين منه للواجهه الخارجيه خالص، او مع عمليه الزفير لو تفتكروا في السلايد اللي فاتت، ان الواجهه وهي بتقفل بيبقى في محرك بيضغط على الواجهه علشان تقفل، فعمليه القفل دي بتسحب لي جزء من الهواء الساخن اللي جوه الفراغات. يبقى انا عمليه طرد الهواء هتتم عن طريق الواجهات الجانبيه والواجهه الخلفيه، زائد ان عمليه القفل بتاعت الواجهه بتعمل لي زي شفاط بتشفط جزء من الهواء اللي خارج ده. لغايه كده تمام، والدنيا حلوه والواجهه اشتغلت وبدات ان هي تعمل لي تغيير في معدلات التهويه. طيب انا عايزه اشوف بقى لما الواجهه تكون مقفوله درجه الحراره جوه تبقى عامله ازاي، لما الواجهه تكون مفتوحه بنسب مختلفه هيأثر لي ازاي على درجات الحراره جوه المبنى وعلى معدلات التهويه. انا كنت الهدف من التصميم بتاعي ان انا عايزه احقق الراحه الحراريه وعايزه احقق جوده الهواء الداخلي جوه المبنى، وبالتالي هقلل استهلاك الطاقه جوه المبنى. فانا ثبت او عملت بمعنى اصح حاجه اسمها اوبتمايزيشن عن طريق الراين والجراس هوبر عشان اوصل للحل الامثل. الواجهه دي هتتحرك لي هتفتح وتقفل بمعدل قد ايه؟ طب لما هتفتح هتفتح بنسبه 20% ولا 40% ولا 70% ولا 100% ولا ايه بالظبط؟ فانا كنت عايزه اعرف السلوك بتاع الواجهه المتحركه دي هيبقى عامل ازاي؟ ونيجي هنا بقى نفتكر التكيف السلوكي. أنا كده كان عندي تكيف مرن عملته في المراحل بتاعة تعديل المبنى لأنه كان مبنى قائم، ودلوقتي دخلت في مرحلة التكيف السلوكي واستخدمت له نظام حركي متنفس على الواجهة علشان أبتدي أتكيف مع التغير المناخي أو أشوف هل فعلا هيتكيف ولا لأ. بدأت أدخل على الليدي باج والهاني بي مع الراين والجراس هوبر وطلعت النتائج بتاعتي. طلعت النتائج بتاعت درجات الحرارة الداخلية جوه المبنى، معدلات التهوية جوه المبنى، وكمان المعدلات بتاعت استهلاك الطاقة. لقيت إن معدل التهوية كان جيد جدا وبيعمل لي تهوية طبيعية كويسة جدا على مدار اليوم جوه المبنى، يعني كانت مناسبة مع الكودات اللي أنا كنت شغالة عليها، وأنا كنت شغالة على الكود المصري لأداء الطاقة في المباني، وكان مفيد جدا بالنسبة لي إن أنا استخدمته ووفر عليا إن أنا أقلب بقى في كود أشلي وإن أنا يعني إيه أخش في دوامة تانية من البحث وكده. فكان المعلومات فيه يعني تو ذا بوينت، وخصوصا إن أنا كنت شغالة في مصر. فلقيت ان معدلات التهويه مناسبه جدا، لكن درجه الحراره جوه المبنى ما قلتش، لانه احنا عارفين انه اتجاه الشمال او الشمال الغربي ده اتجاه البحري اللي بيجي لي منه الهواء الكويس او الهواء البارد اللي انا هيقلل لي من درجه حراره الفراغات. لكن المنطقه اللي انا كنت شغاله فيها، كنت شغاله في القاهره الجديده، لقيت ان الهواء اللي جاي لي من اتجاه الشمال مش طول الوقت درجه حرارته في محيط الراحه الحراريه، كان في بعض الأوقات اللي درجة حرارته بتبقى أعلى شوية، فكان لازم إن أنا أعمل نظام تاني بيتكامل مع الواجهة المتنفسة دي عشان أبرد الهواء قبل ما يدخل على الفراغات الداخلية بتاعتي. ففي الجزء اللي هو البفر زون اللي ما بين الواجهة المتحركة وواجهات المبنى الداخلية بدأت أعمل رشاشات للمية علشان يتم تبريد الهواء اللي داخل قبل ما يخش المبنى، وبالتالي قدرت إن أنا أقلل درجات الحرارة، وبدأت أشوف الحركة بقى بتاعت الواجهة بتاعتي هتبقى كام مرة في الساعة. ودي طبعا برضو بالتطبيق ببعض المعادلات اللي موجودة في الكود المصري للطاقة، قدرت ان انا اعرف تقريبا كل ساعة انا محتاجة كمية هواء قد ايه عشان راحة المستخدمين، وبدأت اطبق ده في الحركة بتاعت الواجهة، وبدأت ان انا احركها مثلا في ساعة مرتين، في ساعة 3 مرات، في ساعة 4 مرات وهكذا. فجبت بقى ايه السلوك اللي هيحصل طول اليوم وطول الاسبوع وطول الشهر وطول السنة في المبنى بتاعي عامل ازاي. ده كانت باختصار شديد حكايتي مع التغيرات المناخية وحكاية التكيف ويعني ايه مباني متنفسة وعلاقتها بالموضوع. وانا لو تحت امركم لو في اي سؤال اتفضلوا. وبشكركم جدا طبعا، انتوا استحملتوا الوقت ده كله من الرغي يعني. في أي أسئلة؟ طبعا شكرا جزيلا لحضرتك يا دكتور،
بصراحة المحاضرة كانت جميلة جدا، ويعني بصراحة أنا كنت من المستمتعين رغم إن أنا مدني. ربنا يخليك. لو في أي حد يا جماعة عنده أي سؤال أو حد عايز يشارك بأي حاجة ممكن يبعت في الشات أو يعمل ريز هاند. باشمهندسة شيماء أشرف، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا باشمهندس؟ الاخبار معاكي دكتوره شيماء عاشور. اهلا بحضرتك. طبعا يعني محاضره جميله جدا وكويسه انا لحقتها، يعني الحمد لله ما شاء الله عليكي. ميرسي. طبعا يعني انا اهتم بالجزء الاخير اللي هو التكنيكال الحديث، تمام. في جزء الكروسوفر شوية، يعني إن شاء الله عايزاك تبقي توضحي الموضوع ده أكتر، إزاي التكنيكال ده بيحصل وإزاي على البرنامج نفسه اتعمل الشغل بتاع البيلدينج دوت، يعني البيلدينج تكنيكس اللي استخدمتيها، وإزاي الجزء البرمجة شوية، يعني إزاي الجزء برضو بتاع التحليل الحراري. لكن بصراحة المحاضرة جميلة، ويعني قدمتي بصراحة البريف الأولاني أو الجزء الأولاني تحفة جدا عن المباني، واتمنى ان تكملي برضو جزء تاني كده عن الجزء ازاي بقى التكنيكال بقى ازاي ده تنفذ اصلا. تمام. هو احنا في شركة او ام للتدريب بندي كورسات ازاي بنستخدم الليدي باك تولز في السايت اناليسيز وفي الانرجي موديلنج او الانرجي سيميليشن، وان شاء الله يكون في تعاون مع باشمهندس عمر ان شاء الله قريب في حاجة او ورشة يعني نقدمها ليها علاقة بالليدي باك تولز. بس هو موضوع الانرجي سيميليشن ده موضوع طويل ولازم بنقعد فيه عدد ساعات طويلة جدا علشان بنطبق مع بعض ونطلع مشاكل ويحصل ايرور وبعدين نحل المشكله وهكذا. وبعدين بنقول كمان ايه علاقه، يعني انا بيبقى عندي لو انا دارسه تصميم بيئي من الاول بيبقى عندي البيزكس دي كمعادلات وكارقام، يعني كحاجات حفظ. طيب علاقه ده بالطول بقى اللي هي على الكمبيوتر او السوفت وير ده، فدي برضو بتبقى بتتوضح طول ما احنا شغالين، فبتبقى حاجه مدتها طويله شويه ممكن تاخد 6 ايام على الاقل علشان خاطر يعني الموضوع يبقى واضح للمتدربين. فده مش هيخلص للاسف في محاضره مدتها ساعه، لازم ورشه عمل كامله ان شاء الله نحاول نوفرها قريب. إن شاء الله. شكرا احنا ليكي. اوريدي بنقدمها، يعني بنقدمها عندنا في الشركه، بس ان شاء الله يعني نتعاون مع باشمهندس عمر في ان احنا نقدمها من خلال بيم اريبيا. إن شاء الله. جزاكم الله خير. شكرا دكتورة شيماء. في حد عنده أسئلة؟ يعني بس رسمت وفي أسئلة كتير في الشات، بس هنشوف الأسئلة الأول. لو حد عايز على صوت. تمام. طيب في الشات في حد بيسأل، في الشات حد بيسأل، في حد بيسأل: ألا تعتبر الواجهات الديناميكية المتحركة مستهلك كبير للطاقة وبالتالي يزيد من التغيير المناخي؟ منس أقرب. طيب هو طبعا بتستهلك طاقة، لكن أنا دلوقتي معظم المباني اللي احنا مثلا اتكلمنا عنها كإكزامبل هتلاقيه عامل تكنيك تاني عشان يوفر استهلاك الطاقة ده، يعني مثلا ممكن تستخدم خلايا شمسية علشان يعني توفر الطاقة اللي هتشغل لك الواجهة المتحركة دي، زائد إن الطاقة المستهلكة في التبريد مشكلتها مش بس في استهلاك الطاقة، لا في الانبعاثات اللي بتطلع من أجهزة التبريد دي، زي مثلا ثاني اكسيد الكربون، غاز الفريون، وبعض الغازات التانية اللي بتزود لي الانبعاثات. انما الحركه الديناميكيه بتاعه الواجهات، انا طبعا الحته دي تكنيكال جدا فمش عارفه يعني ايه، مش هقدر اقول بالظبط هل في انبعاثات ناتجه عن حركه الواجهه دي، بس ان وجدت هتبقى اقل بكتير جدا من اجهزه التكييف. تمام. في والطاقة نفس بقى المستهلكة دي أقدر إن أنا أعمل سيستم تاني كفر استهلاك الطاقة زي الخلايا الشمسية. اتفضل. تمام. في ناس بتسأل على شركة او ام اللي بتدي كورسات، انا حطيت الرابط وناس عايزة تمام. تعرفنا بيها، وناس بتسأل على اسامي البرامج اللي بتعمل دراسات المناخية. هو في كذا برنامج، وعشان ما نلفش كتير لو احنا بنشتغل على مبنى ثابت فأنا بنصح إن احنا نروح للديزاين بيلدر، لو احنا بنشتغل على مبنى فيه واجهات متحركه نروح للراين والجراس هوبر مع الليدي باك تولز. الليدي باك تولز بتشتغل على المباني الثابته والمباني المتحركه عادي، بس على حسب الناس يعني بتفضل ايه، في ناس بتفضل الديزاين بيلدر وفي ناس بتفضل الليدي باك تولز.
فالليدي باك تولز دلوقتي مع شغاله طبعا مع البارامتريك ديزاين او البارامتريك تولز دي، بتقدر ان انت دلوقتي تعمل افكار بره الصندوق جدا. فانا بنصح صراحه بالليدي باك تولز مع الراين والجراس هوبر، لكن طبعا ما فيش مانع ان انت تستخدم برنامج زي الديزاين بيلدر، او في حاجات تانية برضو بتشتغل مع الليدي باج مع الـ سوري الراين والجراس هوبر زي ارك سام. بس صراحه انا ما عنديش خبره كبيره فيه، انا كل شغلي بالليدي باج تولز، وشايفاها ان هي تول يعني فيها كل حاجه. ما بقعدش اتنطط من برنامج لبرنامج عشان اطلع المعلومات اللي انا عايزاها، لا انا جوه الليدي باج بطلع البيانات المناخيه، بقدر ان انا احللها، بيطلع لي كمان المقترحات بتاعه الباسيف تكنيكس، كام في المية نجاح للباسيف تكنيكس المختلفة لو أنا استخدمتها جوه المبنى، وأنا ببتدي أشوف أنا هستخدم أي تكنيك منهم أو أكامل ما بين تو تكنيكس مع بعض. بقدر إن أنا أدرس المبنى بعد ما بحط التصميم بتاعي، وأشوف على مستوى الإيربان كمان ممكن أشوف الدراسة بتاعت الإشعاع الشمسي، ممكن كمان أشوف اللي هي بعمل إنرجي مودلينج عليه، وبشوف استهلاك الطاقة قد إيه جوه المباني، درجة الحرارة جوه المباني، نسب الرطوبة، معدلات التهوية. فأنا شايفاها تولز متكاملة بتقدر تبتدي معايا من مرحلة ما قبل التصميم لغاية كمان لما بخلص المبنى تصميم وبجهزه علشان يخش في المرحلة اللي بعد كده. تمام يا فندم. في سؤال، هل الديزاين بيلدر بيقيس سرعة الهواء وثاني أكسيد الكربون؟ هو بيقيس ثاني أكسيد الكربون، بس ما عنديش فكرة بصراحة إذا كان بيطلع أي هو حاجة ليها علاقة بالتهوية ولا لأ. بيتهيألي هو في الدراسات الخاصة بالـ CFD جوه الديزاين بيلدر. تمام، لا بصراحة ما عنديش المعلومة دي. طيب في سؤال، هل أشري هي المرجع لدراسة درجات الحرارة والتهوية ولا في حاجة تانية؟ هو كود أشري احنا بنرجع له، لأن هو ده يعني ايه الكود اللي احنا شغالين بيه، لكن احنا عندنا دلوقتي في مصر الكود المصري لأداء الطاقة في المباني، فلو احنا بنصمم حاجة في مصر فده كويس جدا جدا ان احنا نستخدمه، وفي معلومات قيمة جدا نقدر نستفيد بيها. تمام. في سؤال، هل يعتبر الليدي باج تول دقيق ويعتمد على نتائجه البحثية، أو يعتبر مفتوح للتعديل في أكواده فبالتالي اللي يعتمد عليه؟ لا طبعا يعتمد عليه، لانه اصلا بيستخدم في البحث العلمي في الام اي تي وفي جامعات كتير جدا، ومعظم البيبرز لو دورنا شويه هنلاقي في بيبرز كتير منشوره مستخدمين الليدي باج. وهو اصلا في ناس بتقول ان هو مش فاليديت وحاجات زي كده، لا هو فاليديت لانه عباره عن انترفيس لمجموعه من البرامج اللي بتستخدم بقالها فتره طويله جدا، انرجي بلس وارك وريديانس وديسم والاوبن ستوديو. البرامج دي اصلا موجوده وفاليديت وبيؤخذ بيها في البحث العلمي ودقيقه. فالليدي باج اللي هو الهاني بي مثلا، لما باجي اعمل انرجي سيميليشن هو عباره عن انترفيس لمجموعه البرامج دي، فهو ليه ما يكونش فاليديت؟ يعني هو فاليديت طبعا ودقيق، والنتائج بتاعته مأخوذ بيها في البحث العلمي في جامعات كبيرة جدا بره مصر، ودلوقتي بدأ يستخدم جوه مصر. يعني أنا واحدة من الناس جوه مصر كنت يعتبر من أوائل الناس اللي استخدمت الليدي باك تولز في الدراسة بتاعة الماجستير بتاعتي. تمام. طيب في سؤال، هل الايكوتكت بيوفر نفس الامكانيات لبرنامج الليدي باج؟ انا مش الايكوتكت كان الايكوتكت جميل جدا. وقف من نعم زمان، وقف أيوه التطوير وقف للأسف من 2011، تمام. طيب ما بقاش مأخوذ بيه في البحث العلمي لأنه اكتشفوا فيه أخطاء. تمام. طيب في سؤال، هل هناك معايير لدقة برنامج الراينو وجراس هوبر، وبنسبة قد إيه للقياسات الميدانية؟ القياسات الميدانية يعني نقصد مثلا اللي هي القياسات بتاعت المناخ مثلا، حرارة ورطوبة والحاجات دي. أنا بالتالي هو يقصد مثلا للأرقام الحقيقية للمبنى أثناء فاسيلتي مانجمنت، للأرقام اللي بص اتنفذت الحقيقية. تمام، هو للأرقام اللي اتنفذت بعد ما المبنى يكون قائم يعني. بالتالي هو قصده كده. بص هو في دلوقتي دراسات بتحاول تشوف برامج السيميليشن اللي احنا بنستخدمها دي عليها نسبة دقتها قد ايه، فبيقوموا واخدين الأجهزة بتاعتهم يقيسوا درجات الحرارة مثلا والرطوبة في مباني قائمة، ويعملوا نفس المبنى ده بنفس تفاصيله على برامج السيميليشن عشان يشوفوا الفرق.
فممكن مثلا ان احنا نشوف الابحاث دي ونشوف هم وصلوا لايه، ونبتدي يعني نبتدي نشوف يعني نسبة دقة كل برنامج. لكن يعني ايه، انا بأدعي ان نسبة دقة السوفت وير ده ان هو حوالي مثلا 85 ل 90%، يعني ايه يكون دقيق يعني بالنسبة للقياسات على ارض الواقع. وده انا لمسته في بعض الدراسات اللي زمايلي بيعملوها في الدكتوراه، ان هم لما اخذوا قياسات حقيقية وقارنوها بالسيميليشن طلعت في فروق في درجات الحرارة مثلا، بس فروق طفيفة جدا، يعني ممكن تكون درجة حرارة الفراغ 30 وعلى السيميليشن طالعه لي 31 او 30 ونص او حاجه زي كده. فان وجدت هتبقى درجات بسيطه جدا يعني. وعشان اتاكد اخد اجهزتي وانزل اقيس بنفسي، وده هيكون اوقع، لان طبعا مفيش حاجه صح مطلق ومفيش حاجه غلط مطلق. فاللي هيبقى فيصل في الموضوع ان انا اخد الاجهزه بتاعتي وانزل اقيس واعمل سيميليشن واشوف الفرق. في سؤال مثلا عن برنامج الديفا، في الإضاءة ولا الأفضل الليدي باج؟ في الإضاءة ولا الليدي باج؟ الديفا بصراحة أفضل، يعني هو الليدي باج بيعمل الدراسة بتاعة الإضاءة، لكن الديفا بروفيشنال أكتر من الليدي باج في موضوع الإضاءة، والاثنين جرس هوبر مظبوط؟ والاثنين بيشتغلوا على الجراس هوبر. بس طبعا الهاني بي بقدر استخدمه في الاضاءه كويس جدا، والنتائج بتاعته بتبقى طالعه من الريديانس يعني برضو فاليديت وصح. لكن طبعا الديفا عشان يعني ايه الناس بيستخدموه اكتر في البحث العلمي، فلو احنا بنشتغل اضاءه فبفضل ان انت تمشي تبع الغالبيه العظمى يعني اللي استخدموا الديفا وطلعوا نتائج او ابحاث هايله جدا باستخدامه. تمام. هو في سؤال كنت منتظره من اول اللقاء، مهندسه جهاد سالها دلوقتي، ما هي اسباب عدم تطبيق هذه النوعيه من المباني في مصر بالرغم من وجود كل هذه الحلول؟ يمكن ما عندناش وعي شوية، ما عندناش وعي بيئي يعني كمصممين. مش كل الطلاب بتوع كليات الهندسة، وده أنا بكتشفه من خلال الكورسات اللي بقدمها، إنه مش كلهم أخدوا تحكم بيئي يعني. وكمان أنا نفسي أخدت التحكم بيئي في سنة تانية عمارة اللي هو من زمان جدا، ويمكن كان حظي كويس إن أنا درست مع دكتور قدير جدا اسمه دكتور وجيه في هندسة شبرا. ف وجيه جرجسة مظبوط؟ تقريبا وجيه فوزي، وجيه فوزي قريت له كذا كتاب. دكتور وجيه قريت له فوزي، كذا كتاب. ما شاء الله. فهو يعني ما شاء الله كان كويس جدا. فاحنا لو ما بعد كده ما تعمقناش في موضوع التصميم البيئي فخلاص الموضوع انتهى بالنسبه لي. بخرج بقى في الشغل بلاقي شغل السوق، ويلا يا باشمهندس عايزين نخلص المبنى، طب تعالى نلزق دي جنب دي وما اعرفش نعمل ايه. فيعني القليلين جدا اللي عندهم الوعي ان هم يبتدوا يشتغلوا ريليتد للبيئة. في ناس موجودة وفي ناس بتشتغل، لكن قليلين جدا بالنسبة للغالبية العظمى. طبعا العميل بقى، العميل برضو ما بيبقاش عنده الوعي البيئي ده، هو عايز يبني عمارة عشان يستفيد بيها ماديا، ومش مهم عنده ان انت تبني لي الحيطة الخارجية 25، او ان انت مثلا تعمل لي التوجيه بتاع المبنى ما اعرفش عامل ازاي. لا لا، قلل لي التكلفة بتاعت المبنى يا باشمهندس كده هتزيد. فانا تكلفه المباني دي بتبقى تكلفه عاليه في الاول، لكن على مدار عمر المبنى المفروض ان هي بتكون التكلفه بتاعه التشغيل قليله. فهم ما عندهمش الوعي ده. انا دلوقتي بقدم لك مبنى ممكن تكون تكلفته عاليه شويه، لكن على مدار عمر المبنى انت هتوفر فلوس من استهلاك الطاقه، هتوفر فلوس من يعني هتوفر في صحه المستخدمين، او هتستثمر في صحه المستخدمين، هتزود من الانتاجيه بتاعه الناس اللي موجوده. فانا كده يعني ايه بساهم في الاقتصاد بتاع البلد او المجتمع اللي انا عايش فيه، وبالتالي انا يعني هبقى كمان عندي مجتمع عنده صحه، يعني مش مجتمع مريض. فللأسف يمكن أهم عامل هو قلة الوعي، إن أنا ما عنديش وعي. وده دورنا دلوقتي إن إحنا كلنا وكل الناس اللي بتسمعنا، أو كل الناس اللي قرت أي حاجة عن التصميم البيئي
او عندها الوعي البيئي ده في حياتها عموما، ده دورنا ان احنا نزود الوعي بين الناس اللي احنا بنتعامل معاهم، سواء كانوا متخصصين او غير متخصصين. العميل بتاعي لازم اتكلم معاه واوجهه واقول له ايه الصح وايه الغلط، ايه المفيد وايه اللي هيبقى مش مفيد، إيه طيب ده تاثيره ايه على المدى الطويل، إيه طيب ازاي ان انا مثلا اقلله التكلفه زي ما هو عايز بما يتناسب مع الهدف اللي انا عايزه احققه جوه المبنى بتاعي. فده دورنا كمهندسين، وفي نفس الوقت اشخاص عاديه بتزود الوعي في المجتمع من حوالينا. فالوعي ثم الوعي ثم الوعي. تمام شخصيتي الفاضلة. في بس آخر سؤال، هل مباني دكتور حسن فرحي تعتبر مباني متنفسة؟ بصوا، هي المباني الثابتة هي مباني مستجيبة برضو للمناخ. فالمباني بتاعت حسن فتحي هي مباني بيئية، القوانين والحاجات والتكنيكس اللي هو كان بيستخدمها احنا لغاية دلوقتي بنتعلم منها. فهو طبعا لو المبنى لسه لغاية دلوقتي محافظ على التهوية الطبيعية وسيركيليشن الهواء جوه المبنى، فهو مبنى متنفس. لان احنا قلنا التنفسية في المباني هي التهوية، سواء كانت تهوية طبيعية أو تهوية ميكانيكية أو تهوية مختلطة. فطالما المبنى ده فيه حركة مستمرة للهواء فهو مبنى متنفس. أنا ليه زودت الجزء المتحرك كنظام حركي والجزء المستجيب وأنظمة التعلم والحاجات دي؟ علشان أنا دلوقتي المبنى ده كان متصمم لوقت معين، مباني حسن فتحي كان متصممة في توقيت معين. طيب المبنى ده عاش يعني فترة طويلة جدا من الزمن، هل هو دلوقتي بيأدي الوظيفة أو بيوفر الراحة الحرارية للمستخدمين لغاية دلوقتي؟ أو ولا لأ؟ دي نبتدي ندرس المبنى ونشوف. طيب في تعديات بتبقى حصلت على المباني القديمة للأسف، إن هم مثلا بيحطوا إزاز، بيبقى في مباني تطلع حواليا تعمل عوائق أو حاجات زي كده، فبضطر إن أنا للأسف ما بحسش بالراحة الحرارية جوه المباني دي دلوقتي في بعض الأوقات أو في بعض الإيه المناطق يعني. فمباني حسن فتحي طبعا مباني متنفسه لو هي لسه محتفظه اللي هي الاليه او الاداء اللي هي اتصممت على اساسه، لان طبعا هو كان معتمد على التهويه الطبيعيه في المباني بتاعته. انا كنت بس بقول ان انا زودت الانظمه المستجيبه والحركيه، لان بعد 10 سنين المبنى ده بيواجه حاجات او معايير مختلفه للمناخ مختلفه عن اللي انا صممت عليها دلوقتي. فأنا لازم أجهزه ليه بعد 10 سنين وبعد 20 سنة، إن هو يفضل على مدار عمر المبنى يوفر لي برضو الراحة الحرارية ويقدر يستجيب للتغيرات اللي ممكن تحصل فجأة. يعني مش بس أقول له لما درجة الحرارة تبقى 30 أعمل لي كذا، لا، لو درجة الحرارة زادت عن 30 أعمل لي كذا، ممكن درجة الحرارة توصل ل40 أو 45 وأنا مش مدياله المعلومة دي في السيستم، بس أنا أديته معلومة إن لو زادت درجة الحرارة عن 25 او 27 اللي هي محيط الراحه الحراريه خد لي الاكشن الفلاني. فهو هياخد لي الاكشن الفلاني ده ازاي؟ لازم يكون في حاجه بتستجيب للتغيرات اللي بتحصل بره. تمام يا فندم، جزاكم الله خير، واستفدنا جدا من المعلومات القيمه ديت، وربنا يخليك. شكرا لحضرتك. كل خير. الله يكرمك يا فندم، جزاكم الله كل خير. شكرا لحضرتك، انا انبسطت جدا معاك وشكرا ليكم. رابط تسجيل الحضور لمحاضرة النهاردة يا جماعة موجود في الشات إن شاء الله، فياريت الجميع ما ينساش يسجل الحضور. وإن شاء الله جميع محاضرات بيميريبيا ليها شهادات حضور، سواء المحاضرات المنفصلة أو الكورسات أو السلاسل المحاضرات، والشهادة إن شاء الله بتاخد من يومين لأسبوع، وبنبعت على الإيميل بس تسكيت بموعدها.
ان الشهاده نزلت بنبعت لينك البوست بتاعها، بيبقى بوست على الفيسبوك بكل الشهادات الصادره في اليوم، سواء اللي بيسمعني هنا على اللايف او اللي بيسمعني داخل القاعه. يا ريت ما تنساش تسجيل الحضور، تسجيل الحضور على اللايف موجود من خلال لينك هتلاقيه عندك باللون الازرق، بتضغط عليه مرتين بيفعل. هل في يا جماعة أي مشكلة عند أي حد في تسجيل الحضور؟ كده تمام، الجميع سجل حضوره. لو في أي مشكلة عند حضراتكم في تسجيل الحضور يا ريت تعرفوا. تسجيل الحضور من اللايف بيبقى اللينك موجود كتعليق من بيم اريبيا، بيبقى لونه ازرق في وسط زي ما بنبقى سايبين لينك الزوم، برضو بيبقى باللون الازرق. هو عبارة عن جوجل فورم يا جماعة، بتملى الاستبيان تقييم للمحاضرة، وهو ده بيبقى تسجيل الحضور. هو في العموم إن شاء الله الرابط هيدن مفعل لمدة نص ساعة بعد المحاضرة، فلو أي حد حصلت عنده أي مشكلة ممكن يعرف هيدور على اللينك هيلاقيه إن شاء الله في البث المباشر كتعليق من بيم أريبيا، سواء البث المحفوظ أو البث المتابع فترته، يعني هتلاقي التعليق إن شاء الله. الشهادات للي بيسجل في الحضور بس، لأن لو حد مش مسجل حضوره فأنا هعرف منين. مفيش كورسات مدفوعة،
كل كورسات بيما ريبيا مجانية، مفيش أي كورسات عندنا مدفوعة. بعض المحاضرين بيبقى ليهم نشاط آخر، يعني في محاضرين تابعين لأكاديميات أخرى، في بعض المحاضرين بيبقى ليهم أكاديمياتهم الخاصة، ليهم مواقعهم الخاصة بيهم، فبيبقى ليهم هم حاجات خاصة بيهم هم. لكن أكاديمية بيما ريبيا جميع المحاضرات فيها مجانية، قائمة طبعا بالتبرع سواء من المحاضرين بالتطوع منهم وبالتطوع من أفراد الدعم الفني والفريق العمل الموجود. ممكن حضرتك تحتفظ بالرابط ده، الرابط العام للشهادات، يكون مع حضرتك بحيث إنك تقدر توصل منه لأي محاضرة سابقة. في الغالب أي محاضرة بيتصدر لها شهادة بنبعت في الإيميل، بنبعت على الإيميل البوست الخاص بصدور الشهادات. في بعض المحاضرات بيكون كورس كامل، فبيبقى في معيار شروط. فالشروط دي بعد ما بتتحقق، الشخص اللي هو اللي بياخد تحقق عليه الشروط هو بس اللي بياخد شهادة. فده بس اللي موجود. فممكن بعض الكورسات او بعض المحاضرات تيجي تحضر، فهي هتبقى محاضرة جزء من كورس، فما يصدرش شهادة، لان مثلا حضرت محاضرة واحدة مثلا من 10 محاضرات، حضرت مثلا محاضرتين من 12 محاضرة. فدايما المطلوب علشان الكورس الكامل بيبقى ليه شهادة واحدة في الآخر بمجموع الساعات العمل في الكورس. الشهادات اللي موجودة، في كان في شهادات فورية،